المحتوى الكتير مهمة لو انت بتشغل ستارتر او شغال في الدور عايز تعرف تفاصيل الفلور دي. في من كاد ستوديو بلاقي حاجة اسمها ستراكشر، ببدأ اختارها وابدأ اعلم على الفلور، فهو بيبدأ يقول لي الطبقات كلها كل طبعة وسمك تحدي طبق وسمك تحدي طبق وسمك تحدي. لو انت دخلت هنا تلاقي فعلا هي نفس الطبقات زي ما موجودة، فده بيوفر عليا وقت كتير جدا في كتابة البيانات ديت. هو عبارة عن جروب، اذا بتعمل سيليكت هتلاقي التكست موجود زي ما موجود في قلب المعلومات.